هل يعجل الهجوم على أجهزة اتصال حزب الله بمواجهة واسعة مع إسرائيل؟ نتحاور بعد قليل. موجة ثانية من الانفجارات في أجهزة الاتصالات التابعة لحزب الله تخلف قتلى وجرحى بعد أن توعد الحزب إسرائيل بحساب عسير رداً على هجمات البيجر التي كانت حصيلتها قد قاربت 2800 بين قتيل ومصاب. إسرائيل نفسها لم تقر بالمسؤولية، وكحوادث سابقة أعطى رئيس وزرائها التعليمات المعتادة للمسؤولين بعدم التعليق على الأمر للإعلام، لكن أغلب أصابع الاتهام تتوجه إليها. وسط تحليلات كثيرة عن هوية هذا الهجوم وطريقة تنفيذه وترتيبه، ما إذا كان اختراقا سبرانيا أم استخباراتيا، والأهم كيف يمكن أن يؤثر على طبيعة المواجهة ما بين الطرفين، وهل يمكن أن يعجل بمواجهة واسعة مع إسرائيل؟ ما رأيكم؟ هذه نقطة حوار جديدة، أنا محمد عبد الحميد، وسائل الاتصال هي المعتادة. على الهاتف 00442032879 على bbcarabic.com، صفحات نقطة حوار على مواقع التواصل الاجتماعي، أو صفحة الشخصية على منصة اكس @mabdulhamidbbc. كما يمكن أن نتخيل، هناك الكثير من التعليقات وصلت إلينا بالفعل على مواقع التواصل الاجتماعي. أريد أن أعرض عينة من الآراء، تحديدا على فيسبوك وعلى إكس كذلك، تعليقا على موضوع نقاش اليوم، وأبدأ بما أرسله عمار، وهو يرى أنه ما حدث يعد تعديا صارخا على سيادة لبنان، وقد تكون له تداعيات خطيرة على المنطقة بأكملها. أما منى فهي تعتقد أنه رد حزب الله قادم، ولن تترك جريمة كهذه تمر مرور الكرام، سيكون الرد في العمق الإسرائيلي ليكسر قواعد الاشتباك، هكذا قالت منى وهكذا تعتقد. أنتم أيضا أمامكم فرصة أن تتواصلوا مع فريق البرنامج، كل الآراء التي ستصل إلينا سأقوم بعرض بعض منها خلال البث المباشر، ولاحقا سننشر كل الآراء التي ترد لفريق البرنامج. أريد أن أرحب بمتابعينا على زوم، جوزيان، عماد، محمد وميراي، أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. واسمحوا لي أيضا أن أرحب بضيفي الذي ينضم إلي الآن عبر الأقمار الصناعية من بيروت، العميد منير شحادة، منسق الحكومة اللبنانية السابق لدى يونيفيل. سيادة العميد أهلا وسهلا بحضرتك. هجمة جديدة أو موجة جديدة من الهجمات اليوم منذ قليل، ما الذي يحدث تعتقد الآن؟ هل هناك تفسير واضح ومباشر لما يدور من الناحية الأمنية؟ هو كما حصل البارحة، ولكن هذه المرة على أجهزة التوكي ووكي التي موزعة على بعض عناصر المقاومة، وليس كما البيجر مبارح. البيجر مبارح موزع على عدد كبير من كوادر المقاومة، وليس فقط كوادر، على عناصر تعمل في القطاع الصحي في المقاومة، في القطاع الإداري. يعني عدد البيجرات البارحة كان أكبر، أما اليوم عدد التوكي ووكي هو قليل، ويستعمل في مناسبات معينة، تأبين، حفلات تأبين، أو أنه في حالات استنفار معينة. ولكن نفس المبدأ، أن هذه الأجهزة التي حسب معلوماتي التي وصلتني الآن تقول أن هذه الوثقة أو الصفقة من الأجهزة التوكي ووكي أتت بنفس الشحنة التي أتت بها البيجرات منذ 5 أشهر تقريبا. بس لحد هلا كما ذكر حسب قناتكم سيادة العميد، أن يتم الإصرار على استخدام هذه الأجهزة اليوم أيضا ويتسبب فيما حدث، ليس غريبا؟ صح، كان من المفروض أن تتنبه عناصر المقاومة لأن لا تستعمل أي جهاز لاسلكي اعتبارا من البارحة، بعد حادثة البارحة. لكن هذه الأجهزة غير موجودة في الميدان، هذه لا تستعمل في الميدان ولا في المكاتب، هذه تستعمل عندما يقوم هناك حفلات تأبين، الأمن الخاص بحفلات التأبين للشهداء، عندما يكون هناك مناسبة معينة، عاشوراء، تستعمل هذه التوكي ووكي. لذلك لم يؤخذ على محمل الجد استعمال هذه الأجهزة التوكي ووكي، لأنها غير منتشرة مع المقاتلين ولا على الجبهات. هل معنى ذلك أن لدينا سوء تقدير تعتقد في تخطيط الأمر، أم أنه هناك اختراق واضح ومباشر يجب أن نتوقف عن أسباب وكيف حدث؟
نعم، الاختراق إذا بدك هو بدأ، الموساد الإسرائيلي أصبح يعني شبه مؤكد وليس يعني غدا سمحت السيد سوف يعطي كل التفاصيل كيف حدث الأمر، ولكن المعلومات المستقاط حتى الآن الشبه أكيدة وليست أكيدة 100% أن إسرائيل استطاع الموساد أن يخترق الصفقة قبل قدومها إلى لبنان، يعني نبدأ من الشركة المصنعة إلى الشركة الموضبة إلى الشحن، ممكن في مرحلة من هذه المراحل الثلاث أن يكون الموساد اخترق هذه الصفقة وقام بوضع الحشوات المتفجرة التي تقدر ببضعة جرامات من المتفجرات التي يعني لا يمكن اكتشافها بواسطة السكانر أو المتحسسات أو السنسرات المتعارف عليها عند المعابر، هي حشوات متفجرة متطورة إلى حد الآن لم نتأكد ما هي بالضبط، الأجهزة الأمنية تكشف على هذه الأجهزة لمعرفة ما هي نوعية هذه المتفجرات التي وضعت بطريقة مخابراتية ومتقنة وحرفية لا يمكن اكتشافها، وكانت حسب اعتقاد المحللين الأمنيين أن طريقة التفجير كانت بواسطة البطارية، بطارية الجهاز بحد ذاته بيصير عليها أوفر فولتاج بتولع البطارية تؤدي إلى تفجير هذه الحشوة المتفجرة التي أدت إلى هذا العدد الكبير من الجرحى. يعني نعم. هل هو اختراق سبراني كما كان يقال أم هو اختراق استخباراتي صرف في هذه الحالة؟ لكي نكون دقيقين، الاختراق أول شيء معلوماتي أن إسرائيل أو الموساد الإسرائيلي علم أن المقاومة بصدد الشراء كمية من البيجرات وهذه الأجهزة توكي ووكي من الشركة الفلانية، من هنا يبدأ الاختراق. علمت إسرائيل بطريقة أو بأخرى، الموساد الإسرائيلي علم أن المقاومة بصدد شراء هذه الصفقة فوصلت بطريقة أو بأخرى إلى الشركة الصانعة أو الشركة الشاحنة أو التي وضبت هذه الأجهزة، هذا الاختراق الأول. الاختراق الثاني هو الحشوة. الاختراق الأول المعلومة أن المقاومة بصدد شراء هذه الكمية من البيجرات والتوكي ووكي. الاختراق الثاني هو كيف وضعت الحشوة المتفجرة في الجهاز. الاختراق الثالث عندما وزعت هذه الأجهزة على المقاتلين، هناك اختراق سيبراني ولاسلكي على هذه الأجهزة أدت إلى إرسال رسالة إلى البيجرات جعلت كل حامل لهذا البيجر يضطر إلى أن يمسكه بيده ليرى ما هي الرسالة، وعندما يضع هذه البيجر في يده هنا بهذه اللحظة ينفجر البيجر، لذلك العدد الكبير من الإصابات كان في اليد وفي الوجه. هل أشعلت إسرائيل؟ وعدد قليل في الخاصرة والباقي إصابات طفيفة لكل من كان يضع البيجر بقربه وليس على جسده. هل أشعلت إسرائيل بهذه الطريقة نوع جديد من الحروب ما بين الطرفين تعتقد سيادة العميد، ولا هذا النوع أيضا صحيح كان موجود؟ صحيح، هذه المرة الأولى التي بتاريخ البشرية يعني أن تحصل هكذا حرب، التي أنا لا يمكن تصنيفها أن حرب بين مقاومة وإسرائيل، ولا يمكن تصنيفها أنه عمل أمني، إنه عمل إرهابي بكل ما لمواصفات الإرهاب من صفة، إنه عمل إجرامي خبيث، يعني أن تأتي لتصيب بحدود 3000 مواطن بدقيقة واحدة، هذه مجزرة وليست حربا. هذه عندما يعني هناك يعني شق مهم جدا وخطير على العالم وليس على المقاومة، عندما تم شحن هذه الصفقة من بلد المصدر إلى لبنان إن كان بواسطة الجو أو بواسطة البحر، هذه الوسيلة التي نقلت هذه الشحنة كانت تحمل متفجرات وليس لديها علم بذلك. يعني إذا أتت هذه الصفقة بواسطة طائرات مدنية يعني هذه الطائرة كانت تحمل متفجرات ولا تعلم، فإذا هناك خطر على العالم بهذا الاختراق الأمني بالنسبة لإسرائيل عدا على الخطر على عناصر المقاومة والحرب التي تتحدث عنها حضرتك. لكن يعني بصرف النظر عن أخلاقية ما حدث، لأنه كل جانب طبعا يفسر، إسرائيل لديها تفسير مخالف تماما لما تفضلته وذكرته حضرتك، وتقول إنها بتستهدف عناصر تستهدفها هي الأخرى، عناصر الحزب بالأساس، لكن الآن من ناحية براغماتية صرفة، هل يعني ما حدث تفوق كبير لإسرائيل في هذا المجال على حزب الله، وبالتالي هل يبدو واقعيا ما يتعهد به الحزب من رد قوي ومزلزل في هذه الحالة إذا كانت إسرائيل متفوقة إلى هذا الحد؟ نعم، يعني قبل الحديث عن الرد للمقاومة، لا أحد ينكر أن إسرائيل لديها قدرات عالية
ومتطورة جدا وحديثة بموضوع التجسس والخرق الأمني بسبب التطور الذي تمتلكه والذي تساعدها فيه عدة دول مثل أمريكا وبريطانيا، إن كان بطائرات الأيواكس أو طائرات التجسسية التي تمتلكها بريطانيا في قاعدة قبرص على بعد كيلومترات من لبنان. كل هذا بتصرف إسرائيل، كل الأقمار الصناعية في العالم بتصرف إسرائيل، كل داتا العالم وكل مراكز المخابرات في العالم بتصرف إسرائيل. وهناك حادثة مهمة جدا أنا شهدتها سنة 2005 عندما قدمت إلى لبنان لجنة التحقيق الدولية للتحقيق بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. هذه اللجنة استباحت كل داتا لبنان، استباحت المصارف، استباحت الجامعات، استباحت المستشفيات، استباحت خطوط الهاتف الخلوي والثابتة. كل داتا لبنان أصبحت بيد هذه اللجنة التي زودت إسرائيل بها. أيضا حرب سوريا من 2011 حتى اليوم، العناصر التي انتقلت إلى سوريا تمكنت إسرائيل بواسطة آلات التجسس أن تأخذ داتا عن كل المقاتلين. أصبح عند إسرائيل داتا بيز. هل هذا معلومات؟ ما مصدر هذه المعلومات؟ مسؤولية لجنة تقصي الحقائق عما تفضلت وذكرت؟ لجنة التحقيق الدولية التي أتت إلى لبنان سنة 2005 للتحقيق بجريمة اغتيال الشهيد رفيق الحريري. هذه اللجنة، ما مصدر هذه المعلومة؟ لأن هذا اتهام خطير. هي من استباحت الداتا في لبنان. ما مصدر هذه المعلومة؟ لأن هذا اتهام خطير. نعم. لهذه اللجنة، ما مصدر هذه المعلومة؟ لا لأن هذا معلوم، هذا معلوم. راجع الأرشيف ترى أن هناك عدة صحف وعدة أجهزة أمنية تحدثت عن هذا الموضوع، أن هذه اللجنة استباحت كل الداتا في لبنان. أنا بشكرك. 2005 يعني بحكي. أنا بشكرك سيادة العميد، شكرا جزيلا، أعطانا صورة واضحة عن البعد الأمني لما حدث. ما زلنا في ربما السويعات الأولى كي نفهم تحديدا ما حدث بدقة، لكن جزيل الشكر العميد منير شحادة منسق الحكومة اللبنانية السابق لدى يونيفيل، شكرا جزيلا. أريد أن أسمع أصوات من داخل لبنان رجاء في أماكن مختلفة، كيف يبدو المشهد أولا، وكمان ما رأي اللبنانيون فيما يدور، وهل يقودنا ذلك إلى توسعة للمواجهة ما بين الطرفين؟ محمد من طرابلس على وجه التحديد انضم إلى الآن. محمد أهلا وسهلا، ما الأجواء الآن في لبنان؟ يعني المرة الثانية، هذا هو الهجوم الثاني بعد يوم واحد فقط مما تبعناه بالأمس، وعدد كبير من المصابين وقتلى حتى، ما الصورة، ما الأوضاع؟ طبعا بداية بدنا نوجه يعني رسالة تعازي للمدنيين يلي سقطوا امبارح بلبنان، آلاف المدنيين والأطفال، في عنا طفلة يعني شهيدة. هذا حدث مأساوي كبير يعني على لبنان، بيأثر على اقتصاد لبنان، بيأثر على الأمن القومي للبنان، على حركة الطيران، السياحة. يعني هذا انتهاك سافر من العدو الصهيوني لدولة عندها سيادة وعندها حقوق وعندها مدنيين. طبعا الوضع مأساوي، كل لبنان اليوم عم يتوجه لمراكز تبرع الدم، عم يتكاتف مع المدنيين يلي أصيبوا، أجهزة الطوارئ، الإسعاف، كل من كل لبنان عم تتوجه للعاصمة بيروت كانت امبارح، واليوم كمان عم شفنا يعني رجع صار في حدث أمني ثاني، فكمان الشعب اللبناني اليوم كلياته يعني يقف على أهبة الاستعداد تحسبا لأي أمر أمني ممكن يكون، إن كان توسع حرب أو إن كان يعني هجوم أمني مثل هذا، لأنه صار الإنسان يعني أغلب الناس فزعانة من الهواتف اللي بإيدها، فزعانة من الأجهزة الموجودة، حتى من أجهزة الدولة يلي بتحملهم، لانه نعرف نحن انه هيك عدو ما عنده رحمه للمدنيين ولا للعسكريين. ودي نقطه مهمه، يعني حتى المدنيين لديهم هذا النوع من الذعر، مفهوم انه عناصر الحزب او المرتبطين بالحزب يمكن ان يكون لديهم هذا الخوف، لان هذه الاجهزه تخصهم والاستهداف يستهدفهم بشكل مباشر، لكن حتى المدنيين لديهم هذا الذعر يا محمد الان. طبعا بهيك بهذه الاحداث دائما تتفشى الاشاعات. الإشاعات اللي عم تنتشر إنه الإنفرتر تاع الطاقة الشمسية الموصول على الإنترنت رح ينفجر، فصار في ذعر بالبيوت. الإشاعات عم تنتشر إنه الأجهزة هلأ بعد اليوم ما صار التوكي ووكي، الكشاف عنده منا، المطابخ الكبيرة عنده منا، الشركات السكيورتي عنده منا، شركات الدليفري عنده منا، فكل المواطنين اليوم صار عندهم خوف، يعني ما عاد عارفوا وين بده يوقف، بأي نقطة بيتوجه. يعني اليوم بعثوا صورة من بيروت انه جهاز يعني تسجيل حضور للموظفين عبر البصمه تفجر عن غير يعني بعد الشعب اللبناني ما عنده معلومات كافيه عن الحدث، اذا كان هو امن سيبراني او اجهزه مفخخه او هو هجوم عشوائي عم يكون
ممكن يصيب ناس ما لها علاقه، وشفنا انه في مدنيين سقطوا بغض النظر عن العسكريين يلي هن اصلا منخرطين بالمواجهه مع بس انت اسرائيل ذكرت ايضا انه من 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 ضمن الامر هو او من ضمن المخاوف اللي بيعيشها المواطن حتى اللبناني العادي، هل ما نتابعه هو مقدمه لحرب اوسع او مواجهه اوسع؟ ما رايك انت؟ هل تعتقد ان هذا فعلا مقدمه لتوسعه المواجهه؟ طبعا يعني لا يخفى على احد انه هيدي الحرب صارت يعني كل ما يمرق يوم عم تكون اقرب من اليوم اللي قبله، كل صاروخه بينضرب من لبنان او على لبنان هو مسمار ببدايه بناء هيدي الحرب الشاميه اللي حتصير، واذا بدنا نجي نحكي عن هذا العمل تحديدا يلي صار بلبنان بدنا نرجع يومين لورا ونشوف انه الحوثي ضرب صاروخ فرد صوتي على تل ابيب. طيب انا بفهم هون انه لما بيكون في صاروخ صوت يعني فرد صوتي، يعني نحن عم نقول انه الحوثي كيف امتلك هذا الصاروخ؟ وين اجهزه الرادار العربيه ان كان السعوديه ولا كان الاسرائيليه ولا كان حتى المصريه ما قدرت كشفت هذا الصاروخ ولا اعترضته؟ هو صاروخ واحد، معناتها نحن هون في يعني التحليلات بتقول انه في ريحه روسيه بالطاقه، فلما بنشوف انه روسيا عم تحاول تهدد كمان الامن الاسرائيلي يعني برساله معينه للامريكي، فنحن هون عم تتوسع الدائره، عم تتوسع المحاور. وللاسف في هذه الحاله كما قال لنا الكثير من اللبنانيين ان لبنان في المنتصف وسط كل ما ذكرته محمد. انا ارجوك اسمح لي، انا اريد ان اذهب لبيروت، اعرف ما هي الصوره في بيروت نفسها الان. جوزيان معي من بيروت انضم لي الان. استاذ جوزيان اهلا بحضرتك، اولا طمنينا على الاوضاع في بيروت. اعتقد انه لليوم الثاني على التوالي نتابع احداث مشابهه، ما الصوره كما ترصديها؟ مرحبا. الوضع ببيروت صراحه يسوده نوع من القلق والخيبه نوعا ما في صفوف الاشخاص الذين يعيشون بالضاحيه الجنوبيه بالتحديد، لانه هؤلاء الاشخاص كانوا بالضاحيه الجنوبيه موجودين معتبرين حالهم هن محميين، هن مأمنين انه هن ما حيقدروا حدا يقدر يخرق هيدي المساحه، وللاسف تم خرقها. صراحه هي مشاهد مثل مشاهد الافلام، العالم على الطرقات، الجرحى، الناس وين ما كان، المستشفيات عم بيكونوا ناطرين، فعلا اجواء حرب. يعني هيدا نحن هلا حاليا نعتبر اجواء حرب، يعني ما حدا بقى نسال حيكون في حرب او ما في حرب، لانه هيدي هي الحرب. وليست مصادفه كمان انه هيدي العمليه يلي شنها الجيش الاسرائيلي ضد عناصر حزب الله وتسببت بالاف الجرحى طبعا والقتلى، هيدا كان بعد اعلان الجيش الاسرائيلي احباط محاوله اغتيال من قبل حزب الله باستخدام عبوه ناسفه زرعها الحزب لاغتيال شخصيه مسؤولا امنيا اسرائيليا كان سوف تحصل بالساعات القليله المقبله، وهذا يجعلنا في نفس الدوامه اذا بنقدر نقول. هذا الصراع المستمر بين حزب الله واسرائيل، فهنا اسرائيل ممكن ان تكون ان تحاول اثبات نفسها بعد ما حصل معها في 7 اكتوبر. بنفس الوقت حزب الله جدد وتوعد لاسرائيل وقال انه سوف يكمل ما بدأه في غزة، فهذه لا نعرف إلى أين قد تؤدي هذه الأوضاع. طيب بالأخص لكن من آخر جملتين لحضرتك أريد رأيك في هاتين الجملتين تحديدا. أولا، هل نجحت إسرائيل فعلا في إثبات نفسها بعد 7 أكتوبر عبر ما تبعناها الأمس واليوم؟ وثاني شيء، رد حزب الله الذي يقول أنه سينفذ، هل تتوقعي ما هو؟ نعم، نوعا ما نعم، إسرائيل أثبتت نفسها، فنحن اليوم نرى هناك شن غارات في الجنوب تزامنا مع تفجير الأجهزة اتصال التوكي ووكي وفي الأمس البيجر، وهناك تخليط مكثف للطائرات الإسرائيلية، وهكذا إسرائيل بهذه الطريقة قالت ردت على كل من يقول أنها لن تتمكن من دخول الحرب ليست جاهزة لدخول الحرب مع حزب الله ضمن التخبط أو
في الداخل الإسرائيلي، يعني هناك مع الحرب وهناك من يؤيد الحرب وهناك من هو ضد الحرب. هذه العملية قامت بها بكلفة، بأقل كلفة لأن هناك تكلفة كبيرة للحرب، وتمكنت من أن تخترق الأمن حزب الله دون أن تتكبد يعني طبعا في كثير ناس استشهدوا وماتوا وتوفوا، بس كمان ما كان عشوائي هذا اللي عم بيصير. فهي هون طبعا اثبتت حالها وقالت انه انا هون بطريقه جديه ممكن بقدر اخترق، وانا قادره اخترق امن حزب الله وانا جاهزه للحرب. فهيدا الشيء واضح. وبنفس الوقت كمان حزب الله السيد حسن نصر الله يقول أنه سوف يرد على 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 إسرائيل، وهو بنفس الوقت يقوم بعملياته في الداخل الإسرائيلي. وصباح اليوم أيضا الطائرات المسيرات حزب الله كانت في الشمال، شمال فلسطين أيضا. فهذا يعني أننا نبقى في نفس الدائرة. لكن هل سيتسع الأمر ولا لا؟ ربما هذا سؤال نكرره كثيرا وأعتقد سنستمر في تكراره خلال الأيام القادمة. لكن ما أعلمه أستاذ جوزيان أيضا أن حضرتك قريبة من بعض المستشفيات اللي استقبلت الكثير من المصابين بعد هذه التفجيرات، هل لك أن تعطينا صورة عن المشهد تحديدا ما هو؟ لأنه كانوا بالأمس يقولوا أن المستشفيات غير قادرة على الاستيعاب الآن أكثر من ذلك. صراحة بالأمس لأنه كان وضع عن جد، إذا بدي لك بالعربي الدارج، كان هستيري. كانت ما عم تقدر تتحمل المستشفيات، كان العالم قاعد قدام المستشفيات. صراحة عندنا الصور بس حرام كمان نكون عم نبعث ونفرجيهم كثير، هن صاروا على وسائل السوشيال ميديا، العالم بالطرقات، الدم، هذا الماسك ايده، يعني عن جد فعلا وضع كثير بخوف. والأكثر من هيدا يلي أنا بدي كمان بليز بدي كمان أحكي عنه، في ناس عم تستغل هيدا الوضع ليقوموا بتصرفات غير أخلاقية تجاه المواطنين اللي اللبنانيين اللي هن ساكنين حدهم. يعني اليوم مثلا صار في حادثه، نحن معنا ونحن كمان كصحفي انا بعثت الخبر وغطيناها، كانت هلا منذ ساعه حدا من احد الشباب اللي هن تابعين للحزب طبعا، اللي هن قدام مستشفى، وهي مستشفى جبل لبنان، بيجي بيتعدى على سيده عم بتقود سيارتها وفايت على سكنها، بيجي بيتعدى عليها بده بيكسر بالموبيلات وبده ياخذ منها مصاري. وقفت المره، اتصلت بزوجها ليرجع يجي هيدا الشاب مع سياره تانية ومسلحين، وبيتصلوا وبيحكوا مع الشباب بدهم يعملوا مشكل، وبقولوا انتم مش عارفين حالكم، عمي عم تحكوا نحن الدوله هون وما رح نخلي حدا فيك. بهيدا الوقت يعني احنا هون طلعنا من موضوع بس فكره يلي عم بيصير معهم، عم نرجع في هي طبعا المثل اللي حضرتك تعطيه، حضرتك بتقولي اني رصدتيه بنفسك، لا استطيع طبعا ان اؤكد او انفيه، لكن هذه قصه انت رصدتيها، لكن ربما هو حادثه فرديه لا اعلم، ولا حادثه تتكرر اكثر من مره، لكن هي بتخرجنا ولو نسبيا خارج حديث اليوم عن ما يدور الان على الارض وتاثيره على المواجهه مع اسرائيل. لكن مفهوم ان هي في اطار عام من الاضطراب الكبير اللي بيعيشه لبنان الان. انا اريد ان اذهب لضيفي التالي كذلك، ينضم الي من بيروت السيد فيصل عبد الساتر الكاتب والمحلل السياسي اللبناني. سيد فيصل أهلا وسهلا. بعد تفجيرات الأمس نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في حزب الله أن مسار هو أكبر خرق أمني منذ بداية الحرب بالمجمل. يوم واحد فقط اليوم يتكرر ذات الأمر فيما يبدو كإشارة أن حزب الله أصبح عاجزا عن مواجهة هذه الاختراقات، أو أن الاختراق أكبر بكثير مما نتصور. تحياتي لك ولكل المشاهدين وشكرا لهذه الاستضافة دكتور محمد. طبعا أنا لا أريد أن أقول أن حزب الله عاجز أكثر فأكثر عن مواجهة الخروقات، لكن علينا أن نقدر يعني مسألة أن إسرائيل يعني تمتلك قدرة هائلة على المستوى التكنولوجي، وأيضا يعني الولايات المتحدة الأمريكية الشريكة الأساسية، وبريطانيا وفرنسا، وكل هذا العالم يقدم لإسرائيل كل أنواع التكنولوجيا المتطورة فيما له علاقة بالهجوم السبراني أو الحرب الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والأقمار الصناعية، كل هذا يوفر لإسرائيل المزيد من نقاط القوة في هذا الإطار. مسألة الاختراق الأمني الذي تحدث عنه حزب الله
تحدث فيما له علاقة باختراق سيادة الدول والسيادة الرقمية، وليس فقط اختراق حالة الحزب على المستوى الشخصي، وإن كان هذا الأمر بطبيعة الحال قد أصابه يعني بطبيعة الحال، ولا يمكن لأحد أن ينكر هذا الأمر، لكن هنا نتحدث عن خرق محدد له علاقة بما يسمى بالسيادات الرقمية للدول. هل هذا الأمر يعني منشأه الأساسي تكنولوجيا متطورة عند إسرائيل، أم أن الشركات المصنعة لهذه الأجهزة التي استعملها حزب الله لها علاقة بتقديم معلومات مهمة في هذا الإطار للعدو الإسرائيلي ومشاكل في هذا الإطار، أو ربما هناك تنسيق مخابراتي أمريكي إسرائيلي بريطاني فرنسي، يعني وهذا أمر لا يمكن لأحد أيضا أن يعني ينكر مثل هذا الأمر. مفهوم جدا في كل الأحوال. بالتوازي ألا يجب في هذه الحالة أن يقر الحزب بالتفوق الإسرائيلي في هذا المجال أولا، وبالتالي فكرة الحديث عن رد قوي وحاسم ومزلزل وحساب عسير لا تبدو منطقية، لأن لدى إسرائيل تفوق في هذا المجال وفي غيره؟ لا، المسألة ليس لها علاقة بالتفوق، فإسرائيل متفوقة منذ زمن على كل الدول وعلى كل المنطقة، لكن هذا لم يغير شيء في واقع الحال أن 7 أكتوبر زلزل الكيان الإسرائيلي من الداخل ولم يستطع أن يحصل على أي معلومات استباقية، وهذا الأمر عينه أيضا حصل مع لبنان في حرب 2006. إسرائيل كانت متفوقة واستطاع حزب الله أن يهزم المركبة الإسرائيلية بصواريخ الكورنت. المسألة لا علاقة لها هنا بالتفوق الذي ممكن أن يحسم معركة، هذا التفوق ممكن أن يعني ممكن أن يجعلك تتقدم في نوعية الضربات المؤلمة التي ممكن أن تقوم بها. مسألة تدمير غزة في مقابل عملية 7 أكتوبر لا توازي بينهما، إذا ما حدثت أي عاقل فيقول لك غزة دمرت عن بكرة أبيها، لكن هل هذا انتصار لإسرائيل؟ أبدا، هذا انتصار للشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية، هكذا هو المنطق. لكن إذا ما أردنا أن نجعل الأمور بالتوازي، فإسرائيل اليوم تملك طائرات F-35 وطائرات أخرى لا نعلم ما يعني طرازها، وتقدمها الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هل تستطيع أن تدخل إلى لبنان كيلومتر واحد؟ هل تستطيع أن تقضي على حزب الله؟ هل تستطيع أن تبعث حزب الله كما تريد من جنوب الليطاني إلى شمال الليطاني؟ هل تستطيع أن تطلق سراح الأسرى الصهاينة؟ لن تستطيع، وبالتالي الحرب لها أهداف، إلا إذا كان القتل والجرائم ضد الإنسانية هذا هو هدف إسرائيل، فنعم هذا المجتمع الدولي كله معها ولم يحرك ساكنا. وأنت ترى منذ الأمس إلى اليوم لم نرى مواقف ترقى إلى أن تحمل إسرائيل مسؤولية ما يسمى بالجرائم الموصوفة ضد الإنسانية وجرائم الحرب الموصوفة. طيب لو كان الأمر معكوسا وحزب الله قام بإطلاق صاروخ وأصاب منزلا مدنيا لأقامت الدنيا هذه الدول الغربية وقالت أن حزب الله يرتكب جريمة حرب. طيب أنا أريد أن أسمع رأي عماد كذلك أستاذ فيصل، وأعود إلى حضرتك. عماد من بيروت أيضا، أريد بداية عماد أهلا وسهلا بحضرتك طبعا، وأريد بداية أن أعرف ما هي الصورة في محيطك على الأقل ثاني يوم لهجمات مشابهة، كيف يبدو المشهد؟ أول شيء مساء الخير، ويعني الله يرحم شهداء وجرحى يعافيهم وكل التضامن مع العائلات. وكان بالأمس يوم صعب كثير كبير على اللبنانيين، وكمان اليوم كان يوم صعب آخر، وأصلاً نحن قلنا 10 أشهر بأيام كلها صعبة. أنا كنت ببيروت وقت يعني حدوث الحادث اليوم، ومطابقة الحالة تلقيناه كمان بمشاعر الغضب والمشاعر الاستفزاز. اليوم كان أقل طبعاً وطأة من امبارح، كون كانت الإصابات عددها أخف وأقل، ولكن يمكن الحجم والأضرار أكبر بعد ما عرفنا كل التفاصيل عن الحادث اللي موجودة. فالجو بلبنان جو متشنج طبعاً، ولكن يعني في جو أيضاً من التضامن الشعبي كثير كبير مع عائلات الجرحى والمصابين، وجو عام بلبنان اليوم يقول إنه يعني تأكيد المؤكد أن نحن بمواجهة كيان مجرم إرهابي ما عنده إشكالية بتفجير آلاف الناس
أماكن مدنية، بالسيارات، بالمستشفيات، بالمحلات التجارية، بكل هذه المحلات. المواطن اللبناني العادي عماد اللي هو ليس على صلة بالحزب وليس من أهالي أعضاء الحزب أيضا، هل يشعر بأي شيء من الأمان في هذه الظروف؟ صحيح أنه الاستهداف بيستهدف أجهزة تخص عناصر الحزب مباشرة، لكن هل يجعل ذلك المواطن العادي يشعر بأمان نسبي؟ لا يوجد أمان اليوم بلبنان. حتى ما قبل حادثة تفجير الأجهزة يعني كان في استهدافات للسيارات على الطرقات العامة بكل لبنان، على طريق البقاع، على طريق الجنوب، على كل الطرقات بلبنان هناك استهدافات. وبالتالي مع هذه الحادثة هناك قلق متزايد، كون ما حدا بيعرف أي جهاز ممكن يكون مفخخ وأي جهاز ممكن يكون قاطع على الموساد وأي شخص ممكن يكون مستهدف. حتى إمكانية نعرف مين هو الشخص اللي ممكن يكون حامل جهاز الجيرات، وبالتالي طبعا لا يوجد أمان ولا يوجد قلق، وهذا شيء واضح. خاصة أن بعض الأجهزة كما تبعنا طبعا منذ الأمس انفجرت داخل الأسواق أو داخل السوبر ماركت، فممكن يكون شخص مجاور لشخص آخر يحمل الجهاز ليس من أقاربه، لا علاقة له معه، ويتعرض للأذى بسبب الانفجار. هل هذه مقدمة لتوسعة الحرب تعتقد يا أستاذ عماد، أو كما تنبأ البعض أن ربما إسرائيل تمهد حتى لاجتياح أو لحرب برية؟ أو استمعنا لسيناريوهات كثيرة، أريد أن أعرف وجهة نظرك أنت. هذا واحد من السيناريوهات، هو الاجتياح البري وإقامة منطقة عازلة، وتكلم عنها نتنياهو وجالنت وغيرهم من القيادات الإسرائيلية السياسية والعسكرية، وهذا الاحتمال وارد منذ فترة. ولكن أعتقد أن القرار النهائي بالاجتياح هو قرار يعني ما ممكن تقدم عليه إسرائيل بدون ضوء أخضر أمريكي، ولكن لا شك أن إسرائيل عندها المصلحة بإطالة أمد الحرب، وعندها مصلحة سياسية وعسكرية تتعلق ب أصبع الجليل والمستوطنات بشمال الكيان لإعادة السكان، وبنفس الوقت لتحقيق انتصارات كاسحة ما بعد، يعني طبعا ما بعد تهشيم الصورة، صورة الردع الإسرائيلية ب 7 أكتوبر. اليوم إسرائيل تريد استغلال هذه حجم اللي صار ب 7 أكتوبر لتغيير معادلات بالشرق الأوسط. قد تكون إسرائيل أبعد بكثير مما نحن نتخيل، ممكن في حديث عن مخاطر بالأردن، مخاطر بالجولان، مخاطر بسوريا، ومخاطر بالجنوب، في إعادة الكلام بمشاريع العلاقة بإقامة دول طائفية جديدة عازلة ما بين يعني الدول الشرق الأوسط. وهذا مفهوم جدا في ظل عدم الاستقرار العام في هذه البقعة الآن، وما يكرره البعض من محاولات تجنب أن يتحول الأمر لحرب إقليمية شاملة. لكن أنا أريد أن أعود لحضرتك مرة أخرى أستاذ فيصل، وإذا كنت توافق عماد في وجهة نظره فيما يتعلق بما إذا كان ما حدث الأمس واليوم هو تقدمة لتوسيع من جانب إسرائيل، ربما إقدام على حرب برية، هل نحن نقترب فعلا من هذا الشبح، فكرة اتساع المواجهة أو حتى الحرب الإقليمية في هذه الحالة؟ هلا بالمنطق العسكري، وطبعا انا لي تجربه في هذا الاطار واتحدث هنا عن يعني مسار طويل من العمل في الميدان العسكري، ربما يعني اذا كان العدو الاسرائيلي يريد الدخول في حرب واسعه مباشره كان ممكن ان يستغل هذه الفرصه، طالما ان هذا الامر يعني ميسر لديه وانه يعني بالامكان ان يقوم بمثل هذه العمليات ويستغل هذا الظرف ويدخل ميدانيا اذا كان يريد. لكن هو لا يريد لأنه يخشى، ليس لأن هناك شيئا آخر يمنعه، وأن لأنه لا يريد لأنه يريد أن يستجر حزب الله لكي يذهب إلى هذه المعركة المفتوحة، وهو يعلم أن بهذا الأمر ربما يكسب المزيد من الشرعية والتضامن من بعض الدول التي لا تزال ربما تتحفظ على أي عملية عسكرية واسعة. هنا سيكون لديها المزيد من المبررات لتقدم المزيد من الدعم لنتنياهو وحكومة الكيان الإسرائيلي في الإقدام على مثل هذه العملية، لأن العدو الإسرائيلي كما تعلم دكتور محمد محكوم بمسألتين. المسألة الأولى أن أي حرب واسعة مع لبنان غير مضمونة النتائج، وبالتالي هو يخشى منها لأنه يجهل ما الذي ينتظره. ثانيا، إذا كان
إذا كان الهدف الأساسي لكل هذه الحرب فك المسار عن يعني عن جبهة غزة وعودة مستوطني الشمال، وهو بالتالي لن يستطيع أن يحقق هذين الهدفين بدون أي منازع، يعني بدون أي جدل وبدون أي نقاش، لن يستطيع أن يفعل شيئا أمام هذين الهدفين. وبالتالي هو يحسب الحسابات، هو يريد أن يستفز حزب الله، اغتيال القائد فؤاد شكر، اغتيالات متعددة في أرض الميدان، استهدافات تتوسع شيئا فشيئا تصل إلى البقاع، واليوم هذه العملية التي تتعدى كل شيء وتخرج من إطار الحرب إلى شيء آخر تماما. هو بهذا الأمر يريد أن يقول لحزب الله أنك تفضل وقرر أن تكون المعركة مفتوحة حتى يحتمي بذلك، ويعني ممكن أن يذهب نتيجة هذا الأمر طيب. إلى ما يشبه الحرب الواسعة أو الحرب الواسعة التي يريد أن يستقوي بها بالأمريكي والغربي عموما. كيف سيرد الحزب في هذه الحالة؟ وأنا أرد حضرتك أو أريد أن تضع في إطار إجابتك النقطة الأولى التي تحدثنا فيها، فكرة مرة أخرى أن لدينا اختراق أمني على حزب الله أن يفكر فيه، أعتقد عندما يقرر كيف سيكون شكل الرد، لأنه أعتقد لا نعلم إلى الآن حجم هذا الاختراق ما هو. حتى الآن قلت أننا لسنا أمام رواية مكتملة الأركان بانتظار ما سيقوله سماحة السيد حسن نصر الله بالغد في كلمته المقررة. وأعتقد أن سيكون يعني أن يعني هناك الكثير من المعطيات ليتحدث عنها ويقطع كل هذا الجدل القائم على وسائل الإعلام، لأنه كما تعلم الآن يعني صار عندنا سلسلة من الروايات أصبحت كألف ليلة وليلة، لكن المؤدى الأساسي لما يريده الإسرائيلي حققه، وهو أن استهدف حجما وعددا كبيرا من أنصار حزب الله ومن شباب حزب الله بشكل مباشر دون أن يكون لديه أي وازع من ضمير وأخلاق، وهذا غير موجود في الأصل يعني. لكن على فرض يعني أن الحروب لها قواعد، فالإسرائيلي لا يعترف بأي قواعد للحروب. إذن سنكون أمام الرواية المكتملة العناصر لنرى إذا كان هذا الخرق خرقا أمنيا يعني مباشرة في الساحة اللبنانية، أم خرقا استباقيا كان له علاقة بالشحنات من هذه الأجهزة التي وصلت أو استوردها حزب الله عبر وسطاء أو عبر شركات، وبالتالي يبنى على الشيء مقتضى. الآن هناك روايات كثيرة من أن الشركة في تايوان أغلقت أبوابها وأنكرت أن هذا الأمر من إنتاجها، وقد يكون الإنتاج حصل في بلد آخر. نحن أمام سلسلة من المعلومات أو فيض من المعلومات، لا يمكن لأحد الآن التكهن أي منها هو الصحيح والدقيق، وعليه سيبنى يعني الرد بضمن هذا الإطار. الرد سيدرسه حزب الله بشكل أيضا لا يريد أخذ المنطقة إلى ما يريده نتنياهو والكيان الإسرائيلي، لكن بالتأكيد لن يكون ردا بسيطا. الحزب حتى بعد اغتيال فؤاد شكر وإن كان هذا عرضه لبعض الانتقادات ممن ينتظر هذا الرد الذي يتحدث عنه الأمين العام للحزب. أشكرك سيد فيصل عبد الساتر الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، شكرا جزيلا. سريعا جدا أريد أن أعود إلى مواقع التواصل الاجتماعي بهذه التغريدة التي أرسلتها لنا زكية. هي لا تعتقد أنه ما حدث كان مفاجأة، فالفارق التكنولوجي والاستخبارات ما بين إسرائيل وحلفائه الغربيين من جهة وحزب الله وإيران من جهة أخرى كبير. جارم له هو الآخر رأي، وهو يرى أنه اختراق إسرائيل لأجهزة الاتصال بهذه الكيفية يشير إلى قدرتها على الوصول إلى حزب الله وإلى إيران بسهولة. أما أبو فؤاد فيرى أنه لو كانت إسرائيل أصلا تعلم أنها ستتلقى ردا قويا من حزب الله لما أقدمت على هذا العمل؟ وعد الله يتحدث في هذه المشاركة عن قدرات الحزب ويرى أنها قدرات محدودة، ليس لديه أقمار صناعية أو طيران أو رادار متطور، لذلك لا يتوقع ردا كبيرا. أخيرا أحمد أبو ضيف يطرح سؤال هنا ويقول أنه تمكنت إسرائيل من التحكم عن بعد في أجهزة وفي تفجيرها، فماذا يمكن أن يحدث في الأسلحة الأمريكية التي تعتمد عليها أغلب الجيوش العربية؟ إذا أردتم أن ترسلوا لفريق البرنامج مشاركات أخرى أرجوكم
افعلوا ذلك، وسيقوم فريق البرنامج بنشرها جميعا. أريد أن أتحول الآن إلى ضيفي عبر خدمة سكايب من تل أبيب، يوحنان صغيف، كبير باحثي معهد تل أبيب للبحوث الأمنية والوطنية. يوحنان أهلا بك. لماذا لا يوجد لدينا تبني مباشر من إسرائيل لما حدث؟ كل أصابع الاتهام تتوجه إليها، وكالعادة إسرائيل لا تريد أن تنفي أو تثبت. أولا أنا أعمل أنه أنتم سمعيني كويس، لأن الوضع من جانبكم، الصوت من جانبكم ضعيف. أنا باعتقادي الغموض الذي أنتم شايفينه الآن هو جزء من السياسة الإسرائيلية الذي تريد، إذا هي أو عملت هذه العملية، هي تريد أن تعطي لحزب الله المسافة الوقت المطلوبة لكي يدقق في استنتاج الخبر من كل هذه الأشياء، ويصل إلى قرار الذي قد يمنع استمرارية هذا الحرب. بمعنى أنه الهدف، هذا السؤال يرجع إلى الهدف الإسرائيلي، إذا إسرائيل عملت هذه العمليات، ويرجع للهدف الإسرائيلي منه. إذا إسرائيل عملتها، هي تريد أن توضح لحزب الله إنه استمرارية الحرب في لبنان قد تكون خطيرة جدا لحزب الله، ولذلك أفضل لحزب الله أن يوقف كل عمليات الحرب الذي هو يعملها في الجبهة الشمالية منذ أكثر من 11 شهر، وتكون تفتح الإمكانية للسكان الشمال في إسرائيل أن يعودوا إلى جوه. بس أنت كررت أكثر من 3 مرات، لا أعلم إذا كنت ما زلت مع يوحنان ولا لا. يوحنان عدت إلي، كان في قطع في الصورة لثواني. أنت كررت أكثر من 3 مرات إذا 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 كانت إسرائيل قامت بها. هل لديك شك أن إسرائيل قامت بذلك؟ ما رأيك أنت؟ شوف، أنا باعتقادي في كمان سبب للغموض. طيب، حتى يعود إلي يوحنان، واضح أن في مشكلة في التواصل معه. أريد أن أذهب للولايات المتحدة في هذه الحالة. ميراي تنضم إلي من هناك. أستاذة ميراي، أهلا وسهلا بك. كيف ترى ما حدث؟ يومين متتاليين من هذه التفجيرات، هل نحن مقدمة فعلا لتوسيع الأمر أكثر؟ أول شيء شكرا على استضافتي وتعزية لأهلي بلبنان، وبتمنى للجرحى الشفاء العاجل. وطبعا نحن، أنا كمواطنة لبنانية، بستنكر بغض النظر عن مشاعري لموقف السياسي عن حزب الله، بستنكر طبعا اللي صار. هلأ كيف بشوف طبيعة هذا الهجوم؟ بعتقد أنا أنه هيدا طبعا في توسع بالاستراتيجية تبع نطاق الحرب، بمعنى أنه عم نحكي تكنولوجيا على جميع الأراضي اللبنانية. هل هيدا الشيء بيؤدي لحرب شاملة ومفتوحة مثل حرب 2006؟ برجع بقول أنا أنه ما بظن، لأنه في ضعف داخل إسرائيل، وقد ما حزب الله قال أنه هو قادر ويستطيع التفوق، بصراحة في غضب شعبي داخل لبنان وبالجالية اللبنانية ضد حزب الله. يعني مفروض نقولها هيدا، في غضب شعبي من حرب 2006. سيد حسن نصر الله حكي عن انتصار إلهي، هيك لبنان مدمر. في غضب شعبي من النزاع الداخلي اللي كان خصه بالاتصالات بال 2008، لما حزب الله استعمل سلاحه داخليا. نحن أهالي بيروت، خاصة إخواننا السنة والمسيحية الأرثوذكس، مش مستعدين ننسى هيدا اللي صار بقلب راس بيروت تحديدا. وفي يعني صارت الثورة بال 2019 وعبرت عن غضب ضد جميع الأحزاب اللبنانية ومنهم حزب الله. فمن ناحية إيه، يمكن حزب الله اليوم قادر يفتح حرب شاملة، بس في غضب شعبي داخلي ما عم نقدر نعبره، أو يمكن الميديا مش عم تعرف فيه، ضد هيدا، ضد حزب الله بهالناحية. وهيدا الشيء، بس بدي أوضح، هيدا الشيء ما بيعني إنه نحن خونا للقضية الفلسطينية. نحن بس شعب تعبان، الاقتصاد ما بقى فيه، في كتير لبنانيين عم بيهاجروا. يعني عم ندفع بقلبنا وبأرزاقنا وبولادنا ثمن كبير كتير لتضامننا مع قضية محقة، ما في شك.
بس كمان حزب الله اخذنا لمحل نحن كثير لبنانيين معارضينه. طيب لكن ضيفي هنا استاذ ميراي يقول نعم. انه ربما ما قام به في هذا التوقيت ما قامت به إسرائيل إذا كانت قد قامت بذلك، إنه كررها أكثر من 3 مرات، لا أعلم رأيك إذا كانت إسرائيل فعلا اللي قامت بذلك ولا لا، لكن هو يقول إن في هذا رسالة مباشرة لحزب الله كي يتلقاها ويفكر فيها وبعد ذلك ربما يتراجع عن الأداء. هل هذا هو ما تريده إسرائيل فعلا، وهل يتلقى الحزب الرسالة بهذه الطريقة؟ اولا انا ما عندي شك انه اسرائيل وراء هذا العمل، ما عندي شك يعني هيدي واحد. ما تسالني شو هي المصادر تبعولي، ما عندي شك يعني مين المستفيد الاول من هيدي العمليه، هيدي اولا. ثانيا ممكن تفسير هيدي العمل بطريقه مختلفه، يعني ضيفك اللي كان اجى من قبل قال انه هيدي استفزاز لحتى حزب الله يرد فيصير في حرب شاملة على لبنان ودخول الولايات المتحدة، هذه فينا طريقة واحدة من التفسير. طريقة التفسير الثاني أنه هذا عمل استراتيجي من إسرائيل بس عمل جبان، لأنه ما عنده الصلاحية ولا عنده العداد العسكري هلأ اليوم يفتح جبهة بالشمال، مع أنه غزة بعد ما خلصت. هل يعني في الواحد يفسرها بطريقتين، طريقة إيه أنه عمل عسكري وذكي وقوي warning، أو أنه هيدي ما بتذكر شو warning بالعربي بقى. تحذير يعني تحذير شكرا تحذير شكرا. يمكن تفسير هذا انه تحذير او انه قلق فعلي من انه توسيع الصراع وفتح جبهه الشمال. هلا انا بالنسبه لي هل فتح جبهه الشمال شمال اسرائيل جنوب لبنان شيء مرحب به؟ اكيد لا، لانه كمواطن لبناني ما بدي حرب انا. بس بما ان حضرتك بتكلميني من الولايات المتحده سريعا، ووقت حدوث هذا الهجوم كان مندوب الولايات المتحده المبعوث الامريكي كان موجود في المنطقه ولم يستطيع او يقوى على منع حدوثه، هل لك قراءه في ذلك؟ طبعا يعني نحن كمحللين سياسيين بنعرف انه الولايات المتحده واسرائيل في توافق دائم بين الطرفين، بس نحن وصلنا لليوم اسرائيل ما في لها مردود بقى، لا قانون دولي، لا الولايات المتحده، لا الحلف الاطلسي، لا الاتحاد الاوروبي، ما عم ترد على حدا بقى. يعني اللي صار بلبنان اليوم انتهاك فاضح لاتفاقيه جنيف. اتفاقيه جنيف بتنص على عدم على ضرورة التمييز بين المدنيين والمسلحين، وإسرائيل طرف لهذه المعاهدة من عام 51، ولا مرة إسرائيل احترمت هذا القانون. يعني مين ما إجا من أمريكا على إسرائيل اليوم اللوبي الصهيوني أقوى من الدولة الأمريكية، هيدي واحد. بس من ناحية تانية الجالية اللبنانية في شد من الجالية اللبنانية على عدم إرادة التوسيع، سواء إجا حيالله مين من إجا على إسرائيل من الطرف الأمريكي مش حيرد. طب خليني أذهب لضيفي مرة أخرى بهذه النقطة، لأنه فكرة انتهاك القانون الدولي أو عدم الالتزام بجنيف ليس المرة الأولى خلال هذه الحرب التي نسمعها هذا الاتهام. اليوم الاتهام يتكرر، والبعض يقول أنه اليمين بالمجمل يأخذ المشهد لحافة الهاوية الآن. السؤال لي؟ إلك يوحنان، تفضل. أوكي، شوف، أنا باعتقادي الحرب التي احنا عايشين فيها خلال الشهور الماضية هي نتيجة حرب التي شنت على إسرائيل حماس وحزب الله. هذا لازم يكون مفهوم. يعني إسرائيل تشتغل بمنطق الدفاع النفسي منذ بداية هذا الحرب، وكمان في حروب أخرى مع العرب ومع الفلسطينيين. ولذلك مسموح لها أن تستخدم كمان وسائل حكيمة لكي تتغلب على نية الطرف الآخر وتمنع منه. هل دي وسائل حكيمة؟ احنا بالعكس احنا نقول ان هذه وسائل تخالف اتفاقية جنيف. ضيفي قبلك كان يقول ان هناك اختراق واضح، لان هذه الأجهزة التي نقلت بوسيلة نقل ربما مدنية حتى لا نعرف، وكانت تحمل متفجرات على هذه وسيلة النقل هذه، وبالتالي ليس فقط عناصر حزب الله اللي كانوا عرضة للضرر في هذه الحالة، العالم كله عرضة في الضرر ضد هكذا التصرفات. شوف، أولا أنا ليس لدي أي معرفة على أي قانون دولي
الذي يمنع إجراء عمليات من هذا النوع خصوصا في أيام حرب. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية هي أنه الهدف الإسرائيلي كان إلى عناصر أو نشطين داخل حزب الله، لأن معروف أنه هذه الأجهزة موجودة بإيد نشطين أو ناس الذي شغالين مع هذا الحزب، بمعنى أنه الهدف كان لهذا الحزب فقط، ليس لبنان، ليس جهات أخرى داخل لبنان. يعني لا توجد، أنا باعتقادي لا توجد في التاريخ مكافحة الإرهاب ضد من جانب دول في التاريخ الحديث أي عملية من هذا النوع الذي قادرت أن تصل لعدد كبير من هذه النشطين. إحنا لدينا 2800 شخص أو أكثر، يعني ليس كل هؤلاء عناصر حزب الله. بدون كل واحد الذي كان في ايده هذا الجهاز يعني هو تابع لحزب الله. بس مش بس اللي في ايده الجهاز هو اللي قتل، لان لدينا طفلين في هذه الحاله، اكيد الاطفال دول مش عناصر حزب الله. ولكن احنا لا نتكلم على قتلى، يعني في عدد قليل جدا من القتلى. هذا الهدف لم يكن قتل الناس، ولذلك يعني كل الاتهامات ليس لها مكان في هذا الموضوع. ما الرد الذي تنتظر إسرائيل من حزب الله؟ هل تتوقع رد؟ شوف، أنا باعتقادي علينا أن ننتظر لخطاب نصر الله غدا الساعة 5، لأن من ذلك من أمس لغاية الآن في أصوات كثيرة تتكلم باسم حزب الله وباسم الحزب في أشياء كثيرة. كمان إبراهيم الأمين اليوم له مقال في جريدة الأخبار يتكلم على إمكانية استمرار هذه الحرب وإلى آخره. هذا أنا باعتقادي صاحب الكلمة الأخيرة هو نصر الله، وهو سيوضح. يعني يجب انتظار كلمة نصر الله. إذن يوحنان صغيف، كبير بحثي معهد تل أبيب للبحوث الأبنية والوطنية، شكرا، وشكرا لكل من اشترك معنا على زوم أو أونلاين كذلك. نهاية البث المباشر، أنا محمد عبد الحميد، إلى اللقاء.